طب غلطت في ايه؟ طبيعي لما تحب حد تكون مآمن ليه، قصر الكلام هيفيد بإيه؟ خلاص كلامي عليه، زمان ورتب كل حاجة وعاش حياته خلاص، مش فارق عنده أي عشرة بينا ولا إحساس، وأنا مش هوقف يوم حياتي الدنيا مليانة ناس. عموما يلا مش فارق ومش يمكن لو انا كملت عليك.